لو كنت عايزة تبقي شريكة سكن مع صاحبتك، استعدي للخناق على الأكل. لما تعيشوا مع بعض، رحلة الحمام في الصبح بتتحول لتحدي، وده اللي بيحصل لك، إنك نعستي يبقى تخسري. طيب انتي تقريبا كده خلصتي ولا لسه؟ يا ترى هستنى لحد امتى؟ كفايه حراسه للحمام واستخدمي بس فكرتنا بدل الحراسه. صاحبتك سابت موبايلها في الطرقه، ده بيغير من الامور. اتصلي بيها. شريكتك في السكن هتسمع نغمه رنه موبايلها ومش هتقدر تمنع فضولها، وطبعا هتنط بره الحمام. دلوقتي دي فرصتك تتسحبي وتقفلي الباب وراكي. اوكي، مين اللي كان بيتصل بيا؟ جايز يكون الشاب الوسيم اللي قابلته في الكافيه امبارح، لكن ده رقم صاحبتي. ايه اللي ظهر على الشاشه؟ حقيقي انت بتاعت مقالب. لما تشاركي الاوضه مع شخص، مفهوم الحاجات الشخصيه بيفقد كل معناه. تقريبا كل حاجه بتبقى مشتركه، وده حقيقي بيضايق شريكتي في السكن. ده فنجاني، ما تشربيش في المج اللي تخصني. مش قصدي نخلط بينهم، لكن ما حدش يقدر يوقفها. بتغمس فرشة في الألوان وبترسم على أيديها على طول، وبتغطي كفها كله بلون أكريليك أزرق. بو، انتي مش خايفة؟ وبتسيب علامة على المج. بصي وافتكري، فنجاني شكله كده. ودلوقتي يلا نعلم فنجانك. أنا حبيت الفكرة، قد إيه مثيرة للاهتمام. اختاري لون تاني تلوني بيه إيدك. دلوقتي المج التاني ليه برضه بصمته الخاصة، وأكيد أنتي هتبقي قادرة تفرقي ما بينهم. شغل هايل يا رفيقة السكن. زي ما يكون جنية السكر اتنقلت للأوضة دي. دي بتدمر الكندي وبتسيب جبل كامل من الأغلفة وراه. الكندي بتاعتي، هي عملت لك إيه؟ هتوحشوني كتير قوي. علشان تخبي الكندي من شريكة السكن الطماعة، هتحتاجي لمنظم بلاستيك، ونشيل غطا العبوة، ونغطيه بطبقة من لون أكريليك بنفسجي. خلصنا. العبوة لازم تكون معتمة تماماً. دلوقتي هنستخدم سي دي قديم. نعمل غطا للعبوة البلاستيك. نشيل الكندي في العلبة ونغطيها بالسي دي. نضيف العبوة على الرف بالسي ديهات. واستمتعي بالكندي بتاعتك. المهووسين بحب الكندي دايماً بيرجعوا لمسرح الجريمة، لكن دلوقتي مفيش أي كندي موجود على الرف. في سيديهات على رف السيديهات، ده منطقي، لكن واضح كده إن المرة دي هرجع من غير الكندي. شريكتي في السكن ممكن تكون طماعة جداً. أوه، أفتكر إن في حد جاي. ما تقلقش يا شيبس، أنا مش هسيبك لأي حد. هنستخدم شريط لزق دبل فيس عريض. نلزق الشريط على العبوة، نشيل منه الطبقة الواقية. مفيش حد هيعرف يلاقيك هنا. بكل تأكيد ثبتي الشيبس تحت الترابيزة. ممكن تاكلي الشيبس على طول من تحت الترابيزة ومحدش هيلاحظ أي حاجة. شريكتك في السكن هتسأل نفسها، هو أنت بتقرمشي إيه؟ لا، أنت أكيد بتتخيلي الصوت ده. أحياناً احتياجاتك اليومية وجدولك مش بيمشوا مع بعض، ولما شريك سكن واحد بيستعد للامتحان، التاني بيكون نايم فعلياً من ساعات. لو سمحتي اطفي الأنوار، أنا نايمة. طيب أنا آسفة، لكن أنا لازم أذاكر. أنا تعبت خلاص من كل ده، أنا محتاجة ألاقي حل الوضع ده بسرعة. أفتكر إني عارفة إن هعمل إيه. ماسك نوم ناعم هيساعدنا. لعمله هنستخدم شربات ناعمة، ممكن يكونوا من فرد مختلفة. نقص عند صوابع الرجلين. نخيط القطع مع بعضها بخيط وإبرة. نملاهم بالحشو. نخيط الوسائد الصغيرة بغرزة بطانية. نثبت حزام مطاط ونزين الخياطة بكور فرو صغيرة. نرسم العيون باستخدام ماركر. خلصنا. شريكة السكن النايمة هتستخدم الماسك وهتغرق في ضلمة كاملة، والنور القوي لللمبة مش هيزعج عينيها. الحر ده مرهق. أنا نفسي أجهز شنطتي وأروح للقارة الجنوبية القطبية. يا بطريق يا مسكين، إزاي أقدر أساعدك؟ خليني أنفخ في وشك.
أو جايز المفروض أتصرف زي حامل المروحة المحترف. كمان عارفة لو استخدمت مجفف الشعر هوفر هواء بارد. مفيش حاجة من دول صح. أنا عارفة بالظبط إيه اللي هيساعدك. خرز التلج. هتحتاجوا لقالب تلج. استخدموا سلسلة وسيبوها في القالب. اغمسوا حلقات السلسلة في الخانات وصبوا عليها مية وسيبوها في الفريزر لحد ما تتجمد. خرجوا السلسلة من القالب وسيبوها على صاحبكم. عقد ملكة التلج ده اللي هي كانت محتاجاه. حاجة جميلة خالص إن أشوف الابتسامة على وشها مرة تانية. بنطلوني مبلول خالص، لكن أنا كنت هلبسه النهاردة. يا ترى هقدر أعمل إيه؟ مش عارفة أفكر في أي حاجة. نمشي فيها المروحة. في الحقيقة دي فكرة هايلة. نسحب البنطلون على المروحة ونربط الحزام. نشغل المروحة على أعلى درجة. بصوا الرجلين بترقص في وش الهواء. تيار الهواء القوي ده هينشفهم بسرعة جدا. رائع. أول ما تبتدي تريحي نفسك شوية، شريكتك في السكن بتظهر من بعيد. ليه الفوضى دي كلها؟ انت حتى مش هتنظفي مكانك بنفسك؟ أكياس شيبس، قطع ورق، وأزايز فاضية. بصوا في كومة مهملات كبيرة، المفروض إن نعمل فيها إيه؟ مفيش معايا جاروف تراب. أوه، علبة بيتزا فاضية؟ دي فكرة هايلة لإعادة التدوير. نقص علبة البيتزا ونستخدم نص من النصين بدل الجاروف. ننظف المهملات في العلبة. فوالا، الأوضة رجعت نظيفة تاني. قومي يا بطاطس الكنبة، على الأقل تقدري تخرجي المهملات دي. إحنا اشتغلنا كتير فعلاً. فين مفتاح شقتي؟ أنا اتأخرت فعلاً. أوه، شريكتي في السكن مرة تانية، أنا هعلمها درس. إنتي أخدتي مفاتيحي تاني؟ هتأكد. طيب، طبعاً كل حاجة زي العادة. أسفة، هي بس علشان شكلهم زي بعض. طيب، مش هيحصل تاني. بستلم المفاتيح من صاحبتي وبرجع لها بأخبار حلوة. دلوقتي هنقدر نتعرف عليهم بسهولة. هتحتاجوا برطمانات رملة ملونة وصورتين ومفتاحين. نضيف صورة في برطمان فاضي. نلفها ونصب عليها رملة ملونة ونقفلها بالفل ونهزها علشان الطبقات تختلط. نثبت السلسلة في المفتاح ونربط الحلقة الأبعد بالحلقة اللي على الفل. استمتعوا بسحر صداقتكم اللامع. أنا بكره لما بيبقى عيد ميلادي الحقيقي ومفيش حد بيقولي أي حاجة عنه، وصاحبتي بتهتم بخصوصياتها وشكلها زي ما تكون نسيت خالص. طب في إيه بيحصل هنا؟ هنا أجزاء المعادلة: شريك سكن مكتئب وبرنيطة غريبة. شارلوك، ابدأي الاستنتاج. أوه، يظهر كده إن النهاردة عيد ميلاد إيور الحزين. أوبس، اجري على المحل عشان الكيكة. ممكن تزينوها بأعواد الكبريت العادية. ضيفوا أعواد الكبريت في الكيكة علشان تعملوا الرقم الصحيح. 17 سنة هم أحسن سن. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بالونات وكيكة مع رقم. هتحتاجوا إيه تاني لعيد ميلاد علشان تكون كل حاجة مظبوطة؟ ولكن أهم حاجة هي إن أنتوا تبقوا موجودين وولعوا أعواد الكبريت في الكيكة. الشكل بيعمل شرارة ساطعة. بسرعة اتمني أمنية، صاحبتك بتنفخ في الرقم المولع. عيد ميلاد سعيد، وياريت كل أحلامك تتحقق. وقت الشاي. هنقولكم ازاي تعملوا كمية شاي تكفي شخصين باستخدام كيس واحد. فكوا كيس الشاي، اقطعوا الخيط اللي مع الليبل، وقطعوا كيوي وليمون وتفاح القطع. هتشوفوا الفواكه والشاي بيعملوا خليط رائع. ارموا المكونات في ابريق الشاي مع الميه، سيبوها لحد ما تغلي. سيبوا المشروب يبرد شويه. صبوا الشاي في الفنجانين. شاي اخضر مع ريحه الفواكه الطازه. تتمنوا ان انتوا تشموه، وطعمه لذيذ جدا. يا ترى انتوا هتجربوا تعملوه؟ طبق البطاطس اللي بيحبوه كل الناس هو البطاطس المهروسه، لكن تجهيزها بالشوكة موضوع معقد حبتين. أكتر حاجة ممكن تعملوها هي البطاطس المكسرة. ها،
البطاطس دي شكلها مسحوقة خالص. علشان تمنعوا ان ده يحصل، استخدموا إزازة إزاز. اهرسوا البطاطس بالإزازة وجهزوا بطاطس مهروسة منفوشة. بالهنا والشفا. في معركة مصارعين على مكان الطبخ، مين هيفوز النهاردة؟ طرطشة زيت سخن من مصفى فيها خضار أو دفاع من صديقة معاها معلقة؟ أوه، أنا مش حاسة إني في حالة كويسة. لابتكار الحياة ده أنت هتحتاجي علبة بيتزا. نرسم مستطيل بمر، نقصه بسكينة مسنونة، نفتح العلبة ونثبت حزام مطاط من جوه، ونستخدم مسدس شمع سخن. قدمي درع الطبخ السوبر لصاحبتك. هتمرر ايدها من خلال الرباط المطاط وتستخدم العلبة كدرع. الفرجة على الخضار بتاعكم من شباك درع واقي حاجة أمان خالص. يا طرطشة الزيت الشريرة، أنا ما بقتش خايفة منك تاني. عجبكم ابتكاراتنا للحياة مع زمايل السكن؟ عرفونا أي فكرة فيهم هتستخدموها، واعملوا لايك للفيديو، وتأكدوا من مشاركته مع أصحابكم، واضغطوا الجرس واشتركوا في قناتنا علشان تشوفوا أفكار مفيدة جديدة أكتر من تروم تروم سلك.